هتبص تلاقي اليابانيين عندهم كلمة مهمة جدا اسمها كايزن، اللي هي التحسن المستمر. باستمرار يقول لك حسن نفسك كل يوم، خلي كل يوم يكون أفضل من اليوم اللي فات قبل كده. كل واحد فينا عاوز يكون سعيد وعاوز يكون ناجح. لو أنت من النوع اللي بتحكم على الحاجات بسرعة، هتبص تلاقي حكمك على الأشياء بيخليك تلغي كل حاجة كويسة، ويخليك تعمم اللي انت بتحكم بيه، وتلاقي في فرص بتروح منك في حياتك، وتلاقي الوقت عمال يضيع. واللي انا بسال الناس باستمرار، لو اللحظه دي اخر لحظه في حياتك، ممكن ولا لا؟ مش ممكن تكون اخر لحظه؟ طب دلوقتي اللي انا بعمله يستاهل اللحظه دي؟ اللي انا بعمله ان افكر بطريقه سلبيه، او بشك في حد، او عايز ازعل حد، او ازعل نفسي، هل تستاهل؟ لو ما تستاهلش بتعملها ليه؟ ما انت ممكن جدا تكون اخر لحظه في حياتك.